أهلا بكم في حلقة جديدة من فضاء حر، نناقش فيها الوضع في تعز بعد الاشتباكات واتفاق التهدئة. مرة أخرى تعز تغرق في الاشتباكات المسلحة والاتفاقات التي يبدو أنها ستجد طريقها يوما لتصبح واقعا يحفظ المدنيين ويعيد الأمن والاستقرار للمدينة التي لا تزال محاصرة بميليشيا الحوثي. تجددت الاشتباكات هذه المرة بعد إنزال قيادة محور تعز حملة أمنية للقبض على عناصر يشتبه بوقوفها وراء عمليات الاغتيال التي استهدفت عددا كبيرا من عناصر الجيش الوطني، وهو ما قاد إلى مواجهات بين ما تسمى كتائب أبي العباس وقوات الجيش المكلفة بالحملة. يقول البعض إن كتائب أبي العباس هي التي توفر المأوى والدعم لهذه العناصر، ولذلك تقاتل معها وترفض تسليمها، وهو ما ينقل الحديث إلى موضع آخر يتعلق بحقيقة دور هذه الكتائب ومن الذي يدعمها، خصوصا بعد أن رأينا تصريحات داعمة لهذه الكتائب ومتوعدة بالقتال إلى جانبها في تعز من جانب نائب رئيس المجلس الانتقالي الانفصالي في عدن القيادي السلفي هاني بن بريك، فيما يفضل أطراف آخرون نقل الحديث إلى موضع آخر على أن ما يجري في تعز ليس سوى صراع فصائل، وبالتالي فإن الحملات الأمنية المتتالية تتخذ من شعار محاربة العناصر الإرهابية غطاء لمحاولة فرض سيطرة فصيل معين على المحافظة. بالأمس تم التوصل إلى اتفاق يقضي بانسحاب مختلف القوات من مواقع التوتر وتسليم المواقع التي تسيطر عليها هذه القوى ونقل القوة الثقيلة من الطرفين إلى خارج المدينة لمواجهة ميليشيا الحوثي، لكن هذا الاتفاق سبقه الكثير من الاتفاقات، فهل يصمد وتعود الحياة إلى تعز؟ لمناقشة هذا الموضوع سيكون معنا من تعز المتحدث باسم شرطة تعز النقيب أسامة الشرعبي والصحفي عبد العزيز المجيدي. وأبدأ بالسؤال المشترك معك، أبدأ بطبيعة الحال بالترحيب بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ بالسؤال المشترك مع ضيفي نقيب أسامة. إذن جولة أخرى من الاشتباكات في تعز، اتفاق هي لهذه الجولة من الاشتباكات، هل ستكون الجولة أخيرة من جولات الصراع بداخل المدينة؟ سيادة النقيب، إذن يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال مع سيادة النقيب. أتحول بالسؤال ذاته، بالسؤال المشترك، إلى ضيفي عبد العزيز المجيدي. جولة أخرى إذا من الاشتباكات في تعز يعقبها اتفاق للتهدئة، هل هذه الجولة هي الأخيرة أم أننا سنرى في المستقبل جولات أخرى؟ مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. نتمنى أن لا نرى المزيد من المواجهات والاشتباكات في تعز. تعز الكثير من الإشكالات وتعاني من حصار مطبق منذ 4 سنوات، وهنا شكل من التنكيل الدائم بالمدينة، ونخشى أن هناك أعمال مدروسة هدفها الإيقاع بتعز، وتبين خلال الفترات الماضية بأن هناك شكل من أشكال التمويل لتشكيلات وفصائل مسلحة بهدف منع دمجها في الجيش الوطني وتحويلها الى كيانات خاصه تخدم اجنده واهداف لا تخدم في المحصله النهائيه لا تعز ولا البلد بشكل عام، هو يواجه الميليشيا. الاشكالات التي تتكرر في تعز هي بشكل او باخر جزء من عمل يتم من خلاله استهداف تعز، وايضا محاوله ترجيع تعز وابقائها ضمن حاله من الاصلاح التي تريد تشكيل المشهد في البلد على الطريقه التي تخدم اجنده ومصالح اطراف اقليميه اخرى. الواقع يقول ان ابناء يعانون الكثير من قصف ميليشيات الحوثي، وأفراد الجيش الوطني كان يتقيادهم داخل مدينة تعز وفي مربعات معينة، وكانت دائما الأسئلة ما دائما تطرح، لماذا يتواجد هؤلاء بالذات في تلك المناطق؟ ولذا يتم دائما التعرض للحملات الأمنية
التي تلاحق حاول العناصر المتورطين بحل الاغتيالات. من المفترض ان نتائج جزء من دفاع عسكري وقياده الجيش الوطني سواء في قياده محور تعز او ايضا على مستوى قياده المنطقه العسكريه الرابعه وهيئه الاركان. وبالتالي يفترض ان اي حمله يقوم بها الجيش تصبح هذه الكتائب جزءا من هذه الحمله وتتحرك لمسانده هذه الحمله لتطهير المربعات وملاحقه. وهذه نقطه مهمه في سياق هذه يعني ما يحدث استاذ عبد العزيز. دعني انقل السؤال المشترك بدايه الى الضيف الاخر نقيب اسامه الشرعبي. نقيب اسامه، برايك هل ستكون هذه هي الجوله الاخيره من الاشتباكات في تعز التي تعقبها اتفاقات؟ هل هذه هدنة نهائية برأيك؟ أسعد الله مساك يا أخي العزيز. بداية نحن نقول هذا متعلق بمدى صدق النوايا والجدية في تنفيذ التوجهات والقرارات الصادرة من قبل الجميع. نحن لا نستطيع أن نجزم أنها ستكون النهائية لكن نأمل ذلك. طبعا انا ساقف معك، لن نتحدث عن اجنده او تآمر او شيء. انا ساقف معك حول توصيف الوضع الحقيقي لتعز وضعها الامني. انا عبر منبر بلقيس ولاكثر من مره او مده عامين ونحن نتحدث انه يعني لدينا معضلتين اساسيتين بالنسبه للملف الامني في محافظه تعز. المعضله الاولى هي بقاء المجاميع المسلحه الغير منضبطه في اطار الجيش، يعني نادينا بادماجها في قوام الجيش، وكنا دائما ننادي ايضا باخضاعها لتوجيهات واوامر الجيش وتخصيص اماكن لها خارج المدينه. والمعضله الثانيه كانت تتعلق بمدى امكانيه الاجهزه الامنيه للقيام بدورها. الذي حدث الان هو عباره عن تراكم ل جهود بذلت طوال عامين حقيقة، يعني من قبل السلطة المحلية المتعاقبة والقيادات الأمنية. يعني وجهة النظر تتمحور نحو يعني في المشكلتين الأساسيتين، وخرجت اللجنة الأمنية ولجان رئاسية زارة المدينة ونائب رئيس الوزراء الأستاذ عبد العزيز جوباري أيضا اطلع في هذا الملف وبقوة، طرحت وجهات نظر كثيرة. جاء الآن نحن نتحدث أن هناك ظرف مؤاتي لتنفيذ وجهات النظر وهذه الحلول، وهي إخراج المجاميع المسلحة من المدينة وإفساح المجال أمام الأجهزة الأمنية للقيام بدورها. نحن الآن بالأجهزة الأمنية وبحمد الله نقف على أقدامنا بعد عامين من النضال وبناء المؤسسة الأمنية، ونحن جاهزون وملء الفراغ داخل المدينة وتنفيذ المهام الأمنية. أيضا خطة التحرير تقتضي، يعني استكمال التحرير تقتضي إخراج هذه المجاميع المسلحة ويعني جعلها في مواجهة الانقلاب وفي جبهات القتال. هذا الظرف الآني هو الذي تركنا أمام هذه الحلول واستعجلها المشكله الاخيره التي حدثت مؤخرا والاشتباكات. طيب في هذه المشكله تحديدا نقيب اسامه، في سياق الحديث عن اسباب هذه المشكله، كانت يعني قياده محور تعز وايضا المحافظه واللجنه الامنيه انزلوا حمله امنيه للقبض على عناصر مشتبه بوقوفها وراء اغتيالات لكثير من افراد السلطه المحليه وكذلك الامن والجيش، عمليه الاغتيال في المدينه بشكل عام. كيف تحول الامر الى اشتباكات مع كتائب ابي العباس؟ يا أخي العزيز، بالنسبة للحملة الأمنية وقيادة المحور، نحن شكلت الحملة الأمنية في منتصف رمضان الفائت، وخرجت الحملة الأمنية وكان جزء منها كتائب أبي العباس عن اللواء 35، كانت جزء من الحملة الأمنية في تنفيذ المهام. استمرت الحملة الأمنية وحققت الانتشار أمني ناجح، و يعني حققت استقرار نسبي في المدينة وفي المنطقة الشرقية تحديدا. هل هذا الأمر أضر بكتائب أبي العباس؟ هل يفهم من كلامك أن استقرار الوضع في الجبهة الشرقية أضر بمصالح كتائب أبي العباس مما اضطرهم إلى مواجهة هذه الحملة الأمنية؟ أنا لا أقول هذا يا أخي، أنا لن أتحدث عن كتائب أبي العباس طالما أنه صدر قرار
وأدمجت وشاركت في الحملة الأمنية. نحن نتكلم عن عناصر خارجة عن القانون، والعناصر الخارجة عن القانون قد تكون في كتائب أبي العباس أو في أي تشكيلات أخرى لا نستبعد. هل دعمت الذي حدث خلال المواجهات الأخيرة نقيب أسامة، هل دعمت هذه العناصر من قبل كتائب أبي العباس أم لا؟ والله أولا بالحديث عنه، لأن كتائب أبي العباس هي تتبع الجيش الوطني، وقيادة الجيش وقيادة المحور لديها أدواتها الاستخباراتية وأدواتها الضبطية، وهي تفعلها حسب الإجراءات القانونية، ولست مخولا بالحديث بهذا الجانب، لكن أنا يعني أوصف لك طبيعة الوضع الأمني وما طرى. نعم، طيب في هذا السياق يعني دوما، ودعني أنقل بهذا يعني هذه النقطة لا زالت تمثل نوع من الإشكال للمشاهدين وللمتابع للوضع بشكل عام في تعز. دعني أسأل فيها الأستاذ عبد العزيز المجيدي، جولة الاشتباكات الماضية خلال الأيام الماضية التي انتهت بهذا الاتفاق كانت عقب حملة أمنية، لماذا كانت الاشتباكات مع كتائب أبي العباس؟ وهي كانت هذه الحملة الأمنية تستهدف إذن عناصر منفلة وخارجة عن الأمن والقانون؟ سيدي الكريم، هناك إشكالية كبيرة في تعز تتعلق ببعض التوصيفات لما يحدث من خلال المواربة للوصول بدرجة رئيسية لجوهر المشكلة. هناك مشكلة متعلقة بدرجة رئيسية بعدم استكمال دمج بقية فصائل الجيش الوطني في الجيش. من قبل من هذه المشكلة بالتحديد أستاذ عبد العزيز؟ قوام الجيش الوطني. من قبل من؟ تم دمجها في كثير من الألوية العسكرية داخل الجيش في تعز، وأصبحت تشكل قوام هذه الألوية العسكرية. بقيت إشكالية كبيرة متعلقة بوجود كتائب، يعني كتائب باسم رجل وشخص هو يدير هذه الكتائب، ينتمي للواء عسكري، واللواء العسكري هذا ينفي صلته بهذه الكتائب، وهلم جرا بعد ذلك من الادعاءات والاتهامات المتبادلة وما إلى ذلك، والتصرفات أيضا التي تحدث على الأرض بدون ضابط عسكري للمسألة، وبالتالي هذه المسألة هي مرتبطة أيضا بحالة الترهل وعدم الانضباط داخل مؤسسة الجيش نفسه، بدءا حتى من مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة. من المفترض أن هناك قائد أعلى للقوات المسلحة أصدر قرارا بدمج كل تشكيلات وفصائل الجيش في ما يسمى بجيش وطني، أصبحت هذه الفصائل يفترض مدمجة بشكل كامل داخل الجيش الوطني. إذن السؤال، لماذا يتم السماح ببقاء تشكيلات خارج هذا الجهاز المفترض أنه جهاز بطور التأسيس للجيش الوطني؟ إذن هذا السؤال يفترض أن يتم الإجابة عليه بشكل واضح من قبل الجهات المعنية. كيف يتم السماح بوجود فصائل خارج الجيش الوطني وتتبع شخص وتتلقى أوامر من خارج الجيش؟ هي تقول مثلا بأنها تتبع اللواء 35. في واقعة مشابهة حصلت في بداية الاستيلاء على قلعة القاهرة، عندما تشكلت لجنة، وكانت هذه اللجنة يرأسها من عام الحزب الناصري، وتم الاتفاق بعد ذلك على تكليف قيادة اللواء 35 باستلام القلعة. القائد عدنان الحمادي رد بوثيقة مكتوبة ومنشورة في وقته، يقول بأنه لا يريد أن يخوض في الخلافات الموجودة ولا إدخاله في الإشكالات القائمة داخل تعز، وبنفس الوقت الكتائب لا تتبعه عمليا ولا تخضع لأوامره، وإنما هي فقط يعني مضمومة على اللواء 35 في الكشوفات. وعلى مستوى الهيراركية العسكرية المفترضة في أي تشكيل عسكري أن هناك قائد وهناك كتائب تتبع هذا القائد وهي تخضع لأوامر العسكرية، هذا الأمر غير موجود، وبالتالي هذه الإشكالية. طيب هل سيحل الأمر أستاذ عبد العزيز؟ هل سيحل الأمر الحملات؟ نعم، هل سيحل في هذه النقطة قبل أن ننتقل إلى النقطة الأخرى أستاذ عبد العزيز، قبل أن ننتقل إلى النقطة الأخرى، هل سيحل الأمر مسألة تغيير اسم الكتائب؟ يعني إذا ما تغير هذا الفصيل بهذا الاسم هل سيحل الأمر؟ دعنا نوصف المسألة كما ينبغي أن تكون. الإشكالية هنا عندما يتم الانفراد بتشكيل عسكري معين وتسميته باسم شخص وإلحاقه بشخص، وهذا الشخص هو المعني بكل تفاصيله، وهو أصلا ملحق بلواء عسكري وغير خاضع للواء العسكري، هنا إشكالية متعلقة بعملية ازدواج القرار العسكري والسياسي. عندما يتم مثلا خضوع، عندما لا تخضع مثل هذه التشكيلات لقيادة الجيش،
عمليا حدث ما حدث خلال الفترة الماضية من خلال إطلاق الحملات الأمنية وبالتالي الاعتراض عليها من قبل تشكيل عسكري مفترض أنه قد أصبح جزءا من الجيش ويرفض أن يكون جزءا من هذه الحملة لملاحقة العناصر الاغتيالات. وبنفس الوقت هناك إشكالية يجب أن يتم الإجابة عليها من قبل هذه الكتائب وقادتها أنفسهم. لماذا دائما تتم الإشكالات مع هذا التشكيل بشكل أساسي؟ هو طرف رئيسي منذ أن بدأت المقاومة داخل تعز. لماذا دائما ينفرد بمواجهة كل الفصائل والتكوينات داخل تعز؟ حتى الإشكالات التي حدثت مؤخرا بين لواء العصبة الذي أصلا قائده كان جزء من كتائب أبو العباس وحصلت إشكالات مع رضوان العديني، وهناك أسئلة كثيرة متعلقة بعملية مقتل رضوان العديني. هذا الرجل قتل وقتل في المنطقة في الجبهة الشرقية وفي مربعات تابعة لكتائب أبو العباس. حتى اللحظة هناك لجنة تحقيق شكلت من أجل معرفة مصير هذا من قتل هذا الرجل. تم التوصل وفقا للمعلومات اللي هي مثبتة وهي موجودة لدى السلطة المحلية وموجودة لدى قيادة المحور والقيادة الأمنية بأن هؤلاء الأشخاص يتبعون كتائب أبو العباس. هل هي مصادفة أن عمليات الاغتيالات تتم في هذه المربعات وأيضا هؤلاء الأشخاص ينشطون ضمن كتائب أبو العباس؟ الاتهام الموجه لأبو العباس بأنه إرهابي وما إلى ذلك، أنا ضد هذا الاتهام لأن هذا الرجل في النهاية كان يقاتل ضمن قوام الجيش الوطني منذ البداية. لكن علينا أن ندرك حاجة واحدة، بأن التشكيلات السلفية بشكل عام هي تشكيلات مخترقة ويسهل اختراقها لأنها أولا ليست منظمة، وبنفس الوقت هي لا تقتضي أكثر من مسألة إطلاق لحية ورفع اللبس ثوب قصير وبالتالي تصبح جزءا من هذا الكيان، وعليك في النهاية أن تقوم بتنفيذ الأجندة التي تريدها. في سياق هذه النقطة هناك ربط سنعود إليه أستاذ عبد العزيز، هناك ربط بالمفهوم السلفية وبتيارات سلفية أخرى موجودة في مدن أخرى سنعود إليه أستاذ عبد العزيز، لكن قبل ذلك أنت أشرت إلى نقطة مهمة وهي مسألة أن دوما ما يتم الحديث على وجود عناصر منفلتة وعناصر إرهابية ستهاجمها القوات الأمنية والحملات الأمنية، ولكن في نهاية المطاف يتم الاشتباك مع قوات من كتائب أبي العباس هذا الفصيل المسمى. وهذا السؤال أسأله الأستاذ للنقيب أسامة شرعبي المتحدث نائب المتحدث باسم الشرطة في تعز، كيف يمكن فهم هذا الأمر؟ نعلن عن حملة أمنية تواجه العناصر المنفلتة والخارجة عن النظام والقانون، ثم تكون الشبكات مع كتائب أبي العباس في نهاية المطاف، والأمر ليس حديث عن مرة واحدة بل تكرر. والله أنا يعني أؤيد الأخ عبد العزيز في كثير ما طرحه. نحن هذه المسؤولية نلقيها على قيادة الجيش التي يفترض أنها تنقي مكوناتها وتدمج كل الفصائل والمكونات المسلحة دمج حقيقي تخضع معه لقيادات وتوجهات القيادة العسكرية وأيضا تتبع بعقيدة عسكرية وطنية خالصة. هذه هي مشكلة الجيش. نحن يعني مرحلة بناء الجيش أيضا والظروف التي تعيشها مدينة تعز هي تعيش مرحلة يعني لم تأخذ نفسها حتى الآن، فكان من الصعوبة بما كان أعتقد أمام الجيش أنه يقوم بهذه المهمة. أعلن عن تشكيل الجيش عانت صعوبة ومرت فترة طويلة لمرحلة دمج الفصائل والمكونات. نحن كنا نسمع عن كتائب وكتائب وكتائب وكتائب، ناشدنا منذ أن بدأنا العمل الأمني بأن تختفي كل هذه المسميات لأنها بالأخير يعني تكون فرصة أو توجد فرصة لاختراق مؤسسات الجيش وهز العقيدة العسكرية الخالصة والوطنية. عندما يكون هناك تشكيل غير خاضع لهيكل الجيش وغير مشبع عقيدة عسكرية وطنية من الطبيعي أن يحدث نوع من الاختراق ويحدث ما شاهدناه. هذا تفسيري أنا للموضوع. طيب في نقطة أخرى تتعلق بما تحدث به الأستاذ عبد العزيز المجيدي وأنقل السؤال إليه الآن، يعني أنت تحدثت أستاذ عبد المجيد حول سهولة اختراق هذه
يعني التيارات بطبيعة الحال، هناك من يتفق معك في هذا الطرح، لكن كيف يمكن فهم وجود تهديدات لمتمردين؟ يعني هناك من يعتبرونهم متمردين على الدولة، مثلا القيادة في المجلس فيما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، الذي يقول أنه سيدعم كتائب أبي العباس في تعز إذا ما واجهت أي إشكالات. هذا الأمر كيف يفهم في سياق المعركة أيضا؟ سيدي الكريم، المشهد واضح بكل تفاصيله. بعد 4 سنوات أو ما يقرب من 4 سنوات من الحرب، اتضحت الأمور بكل تفاصيلها، وأصبح هناك مشروعات مختلفة داخل البلد وأجندة يتم العمل عليها على الأرض. خلال الفترات الماضية كانت كثير من القوى الإقليمية وجزء منها من التحالف تبحث عن وكلاء محليين من أجل تمرير أجندتها داخل البلد. كان هناك قرار صائب ومحترم من قبل قيادة الدولة بدمج كل التكوينات والتشكيلات التي قاومت ميليشيا الحوثي وخاضت معركة التحرر من هذه الميليشيات الإيرانية، وكان هذا القرار بدمجها في الجيش الوطني، في جيش يسمى الجيش الوطني، لأن البلد انكشف عن عدم وجود جيش أصلا، وكان هناك جيش أصبح في النهاية يتبع ميليشيا طائفية. هذه التكوينات كان من المفترض أن تنخرط بشكل كامل في الجيش، وأصبح الكثير من هذه التكوينات أصبح جزء من الجيش وذابت كل المسميات السابقة. بقاء مسميات خارج هذا التكوين المفترض هو الذي يخلق الإشكالية الكبرى، وبالتالي هناك شكل من أشكال الدعم والإسناد لمثل هذه المشاريع من قبل أطراف في التحالف بشكل واضح. عندما وجهت مذكرة من أجل إخلاء بعض المواقع العسكرية بعد سيطرة كتائب أبو العباس على القلعة والأمن السياسي، كان هناك مذكرة من التحالف العربي، وأعتقد أنكم تذكرونها، كانت شديدة اللهجة وتحث على منع أي استحداثات أو نقل الوحدات العسكرية من منطقة إلى أخرى، وأن ذلك يخل بالعمليات العسكرية ولا أحد يدري ما هي العمليات العسكرية التي يتم خوضها داخل المدينة القديمة وفي وسط تعز. وبالتالي يعني يتضح من الأمر أن هناك رغبة بتشكيل بإيجاد تشكيلات لا تخضع للسلطة الشرعية، وهي تدار من قبل دولة معينة في التحالف لديها أجندة واضحة في مسألة خلق صراعات جانبية داخل البلد من أجل إطالة أمد الحرب، إضعاف الدولة، في النهاية ممارسة شكل من أشكال الهيمنة على هذا البلد الضعيف والممزق. بالتالي استجابة بعض الأطراف لمثل هذه المشاريع هو المشكلة بحد ذاته. على أبو العباس أن يعود إلى رشده ويفكر مليا، هو جزء من أبناء تعز وجزء من الذين قاوموا في هذه المدينة، ويفترض أنه تحت شرعية الرئيس. يعني ما يجري إذا ما عدنا صياغة ما تقوله أستاذ عبد العزيز، لها مقتضيات، منها الاندماج الكامل داخل الجيش الوطني وتلقي الأوامر من هذه القيادة بشكل كامل. إذا طالما أنت معترف بشرعية الرئيس هادي، فعليك أن تعترف بشرعية قيادة المحور. طيب بالتالي أفهم منك، يعني إذا ما عدنا صيغة ما تتفضل به أستاذ عبد العزيز، هل تقول دعني أكمل هذه النقطة فقط. أنت تقول أنك عقيد في الجيش، إذا التراتبية العسكرية المفترضة تقول أن عليك أن تخضع لمثل هذه التراتبية. إذا كنت غير معترف بوجود جيش، هل تقولها بشكل علني بأنه لا يوجد جيش وأنك تكوين مختلف وأنك فصيل ضمن جملة فصائل، ولتكون الأمور واضحة، وبالتالي أنت لست تحت شرعية الرئيس الذي تتحدث عنه. السؤال المهم، من الذي يسعى لخلق قلاقل واضطرابات داخل تعز وإطالة أمد المعاناة تعز أصلا؟ لأن هناك أيضا مشروع لإبقاء تعز رهن حصار، وأيضا منع التحرير عن هذه المحافظة التي كان يمكن أن تكون المنطلق ارتكاز تحرير الجمهورية بشكل كامل، لكن هناك منع عقاب هذا المشروع لأنه لا يريد القضاء على ميليشيا الحوثي، بل يريد الإبقاء عليها لتكون جزءا من المشروع في المستقبل لخنق دولة معروفة، وهذه الدولة عليها أن تتحمل مسؤولية نفسها، ونحن لسنا معنيين بالضرورة لأن نظل نصرخ على الدوام بأن أمنكم مهدد وأنكم ستدفعون الثمن. اليوم الذي يدفع الثمن المضاعف والأكبر هو اليمني، هو المواطن اليمني بطبيعة الحال. طيب دعني أنقل هذه النقطة إلى الأستاذ، إلى سيادة النقيب أسامة الشرعبي.
هل يعني أنتم الآن تتحدث على أن كتائب أبي العباس هي صدر قرار بضمها للجيش الوطني وهي من المفترض أنها تتبع لواء 35 مدرع، وأن هي تقول بذاتها في كل بيان تقريبا أنها تتبع لواء 35 مدرع، لكن كما أشار الأستاذ عبد العزيز المجيدي أن هناك كثير من التصريحات التي تقول من قبل قيادة هذا اللواء أنهم لا يتبعونهم، أنهم لا يأتمرون بأمرهم، وأن لديهم جهات أخرى تنفذ يعني ينفذون تعليماتها وتوجيهاتها. بالتالي أنتم من تواجهون بالضبط؟ هل تواجهون دولة الآن تحاول إقلاق الوضع في تعز؟ هل تتعاملون على الأمر أنه كذلك؟ لا، نحن وضعنا قائمة في المطلوبين. بالنسبة للتحرك نحن تركنا رؤية واضحة، انتشار أمني وتنفيذ حملات مداهمة وضبط لعناصر وأوكار محددة بأشخاصها. الجريمة تصنيفنا القانوني الجريمة شخصية، لسنا مسؤولين عن مواجهة كيانات أو فصائل أو جيش أو وحدات في الجيش، هذه ليست مسؤوليتنا وليست في مهامنا. نحن نحدد الجريمة شخصية، ولدينا قائمة بالمطلوبين، ولدينا بطاقات معروفة يتواجد فيها هؤلاء المطلوبين. على أساس ذلك تم تشكيل الحملة الأمنية، وتم تنفيذ انتشار أمني، وتم تنفيذ عمليات مداهمة وضبط، وجهت بقليل من المقاومة، لكن الحمد لله الحملة الأمنية متواجدة في مكانها ومنتشرة، يعني تطبيق الرؤية الكاملة لبسط الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع داخل محافظة تعز يسير بخطى ثابتة إن شاء الله عز وجل. بالنسبة للكيانات أو المكونات العسكرية، هناك قيادة محور، هناك رئاسة هيئة أركان، هناك قائد أعلى الجيش يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم في دمج الجيش المقاومة والفصائل المسلحة دمج حقيقي، وتصفيتها من كل الشوائب بناء على المعلومات التي لديهم، وهم لديهم أجهزتهم الاستخباراتية وأدواتهم الضبطية. طيب، أليس عليكم بالمقابل أيضا مسؤولية تحديد من تواجهون بالضبط؟ هناك كثير من يقولون أنكم تتحدثون عن العناصر، وأعود وأكرر في هذه النقطة، عناصر مطلوبة لا تحددونها بالاسم بشكل كبير، لكنها دائما في نهاية المطاف ما تواجهونه هو كتائب أبي العباس. لماذا يحدث ذلك؟ لماذا لا يعني يقوم أو تكون الأجهزة الأمنية من الشفافية بمكان بإعلان من تواجه بالضبط؟ طبيعة القضايا الأمنية هي تحاط بنوع من معلوماتها بنوع من السرية، وهذا طبيعة العمل، يعني ليس فيه شيء. وكما قلت لك، بالنسبة لنا تصنيف الجرائم الجريمة شخصية، والمتهم لدينا هو شخص، ولدينا قائمة بالمطلوبين ونقوم بملاحقتهم، وبناء عليه عقدت اجتماعات عدة للجنة الأمنية، وحدد مسار عمل للحملة الأمنية واللجنة الأمنية والعمل الأمني داخل المحافظة. هذا كل ما أستطيع أن أقوله. طيب، هناك أيضا من يقول نقيب أسامة، يعني هناك أيضا من يقول أن إعلان هذه الأسماء وتحديد هذه الأسماء يجب أن يكون من النيابة وليس من قبلكم أنتم. على أي أساس يستند في هذا السياق إلى توجيه اتهامات لهذه العناصر؟ الأوامر الضبطية هي فعلا يجب أن تصدر من النيابة، لكن البحث والتحري والضبط هو مسؤولية الأجهزة الأمنية. نحن من يباشر الإجراءات في الميدان، ونحن من يحقق، ونرفع للنيابة بالأسماء المطلوبة، وهي تصدر أوامر الضبط بعد اتخاذ إجراءاتها. بناء على هذه القائمة نحن نحدد سلسلة إجراءات لتنفيذ المهمة. أستاذ عبد العزيز المجيدي، هناك من يتحدث أن هذه الحملات التي تحدث في تعز هي ليست سوى مناوشات، سوى غطاء لهدف آخر يتمثل بمحاولة السيطرة على المحافظة من قبل فصيل واحد من قبل قوى موالية لحزب الإصلاح. في سياق المعركة التي تجري في تعز، هذا الأمر يكرر من قبل كثيرين، سواء في تعز،
في بقية المحافظات المحررة، ناشطين في الخارج أيضا. في سياق المعركة الجارية حاليا أو المواجهات ومن ثم هذه الهدنة، كيف ترى هذه المسألة؟ سيدي الكريم، تعز تعاني من أعباء كثيرة متعلقة بمسألة المناكفات والمكايدات السياسية داخل المحافظة. هناك تشكيلات وتكوينات مختلفة داخل المحافظة تتنافس ولديها مصالح، وتريد كما لو كنا في مهرجان زار انتخابي، تريد الحصول على حصص و يعني مصالح تخصها في المكاتب والمواقع والأماكن، وبنفس الوقت أيضا لا تريد أن يكون هناك جيش، تريد جيش بمواصفات لا أحد يعلم ما هي، وربما تريد جيش أن يأتي من المريخ. المعلوم أن هذا الجيش تشكل من المقاومة الشعبية. هذه المقاومة الشعبية هي التي حملت السلاح من وقت مبكر، من أول لحظات، في وجه ميليشيات الحوثي. هذه المقاومة تشكلت من جميع الأطياف السياسية، الاشتراكي، الناصري، الإصلاح، والسلفيين، وكثير من المستقلين ووجهات اجتماعية. وبالتأكيد كل جماعة لديها وزن من الـ في 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 هذه التشكيلات لاعتبارات متعلقة بعملية الحج. ذات مرة جلست مع قائد عسكري كان في المجلس العسكري في تعز الذي تشكل في اللحظات الأولى للمقاومة، قال لي حرفيا: ذهبنا إلى مقر التنظيم الناصري والحزب الاشتراكي وقلنا لهم نريد عناصر من أجل دفعهم إلى جبهات المقاومة والجيش. قالوا حرفيا: نحن إذا طلبت مننا 100 عنصر سنعطيك يعني بالعافية نوفر لك 50، لكن إذا رحت لحزب الإصلاح وطلبت 200 بيجيبوا لك 400. طيب هؤلاء الناس يا أخي العزيز قاتلوا وصدوا ميليشيات الحوثي وأزاحوها من مساحات كثيرة من المدينة، هل مطلوب اليوم نقول لهم لا أنتم إصلاحيين ونعود في النهاية تصنيف المسألة بطريقة سخيفة؟ هذا الأمر سينعكس على بنية الجيش بشكل كامل الذي تشكل في تعز، يعني هذا سينسحب. لكن ألن يؤثر في نهاية المطاف؟ ألن يؤثر أستاذ عبد العزيز في نهاية المطاف إلى بالفعل يعني وضع المدينة بطيف واحد أو سيطرة قوة واحدة على المدينة؟ دعني أكمل هذه النقطة. يعني هذا التصنيف والتوصيف للتشكيلات داخل المدينة أو خارجها سيقودنا في النهاية إلى وصف مثلا تشكيل كامل باعتباره مثلا محسوب على التنظيم الناصري كاللواء 35 أو وفيه أيضا من الحزب الاشتراكي، هل هذا يخدم فكرة الجيش الوطني أصلا؟ كيف يمكن الخروج من هذه المشكلة أيضا؟ من أين نأتي يا سيدي؟ من أين نأتي بجيش بالمواصفات التي يريدونها هؤلاء؟ المطلوب أنه طالما هذه الخلطة الموجودة من السلفيين والإصلاحيين والاشتراكيين والناصرين والمستقلين، يفترض أن هناك عملية دمج داخل هيكل واحد للجيش الوطني. هذا الجيش يخضع لعمليات دمج تامة في بوتقة جيش يتم من خلاله صهره على أساس عقيدة عسكرية وطنية تنزع هذه الانتماءات الضيقة والحزبية عن هؤلاء الناس وتحيلهم في النهاية إلى أشخاص وأفراد داخل الجيش الوطني، من يمتلك وظيفة أخرى وهو أصلا في الجيش، وقد طرحت هذه الحلول من وقت مبكر، من يمتلك وظيفة أخرى فليعود إلى وظيفته، أو عليه أن يختار أن يبقى في الجيش أو يعود إلى وظيفته، وبالتالي ستحسم هذه المسألة في جانب من الجوانب. لكن ما هو المطلوب؟ هل نذهب نأتي بجيش طارق عفاش حتى ترضى نفوس الكثير في تعز؟ بحيث السؤال الأهم من هذا كله، هل هذا الجيش يخضع لأوامر قيادة الدولة أم يتمرد عليها؟ إذا تمرد عليها فهو ليس جيشا وطنيا ولا يعتبر جيش ولا يمكن وصفه بالجيش، وإذا كان يتبع فصيلا مسلحا أو تكوينا سياسيا معينا ويأتمر بأمر هذا التكوين المسلح والعسكري فليقولوا متى تحرك وأين وكيف ولماذا في الحملة العسكرية الأخيرة، وهذا ما نعرفه نحن كصحفيين وعلينا أن نكون في النهاية منصفين في هذا الشأن. في الحملة العسكرية الأخيرة أطلقها المحافظ وبيانه لا زال موجود في وسائل الإعلام، وهو يتحدث عن إطلاق حملة عسكرية من أجل ملاحقة الإرهابيين والمتورطين بعمليات اغتيال. هذه العملية انطلقت على خلفية مقتل موظف الصليب الأحمر حنا لحود، ولو وعلى فكرة لو كان ولو لم يكن تم اغتيال هذا العنصر لما كان اكترث أحد لمسألة الاستمرار في قتل أفراد الجيش الوطني، وقد وتجاوز العدد أكثر من 250 شخص. لكن عمليا بعد إطلاق العملية بفترة بسيطة حصلت تدخلات، وهناك معلومات كثيرة تتحدث عن تدخل من طرف إقليمي في التحالف بمنع هذه الحملة لأنها
يبدو لا تروقهم، ستستهدف عناصر مطلوب منها أن تقوم بأدوار داخل تعز، وبالتالي يجب إبقاء تعز أن تكون مضخة أخبار. طيب أستاذ عبد العزيز، دعنا الآن، يعني نحن الآن وصلنا في هذه الآونة من المشكلات والوضع القائم. أستاذ عبد العزيز، الآن وصلنا إلى نوع من التهدئة، الآن هناك هدنة معلنة، هناك ما يبدو أنه عوامل يعني التزام أو مظاهر التزام بهذه الهدنة، هناك تسليم لبعض المقر التي طلبتها اللجنة الأمنية، طلبت تسليمها وكانت هناك توجيهات بتسليمها. أسألك نقيب أسامة، ما هي الضمانات بأن لا تتكرر الاشتباكات مرة أخرى في تعز؟ كيف يضمن الناس أن هذه الهدنة التي حصلت وهذه الاتفاقات الأمنية التي حصلت ستتحقق؟ ما الضمانات لديكم؟ بداية اسمح لي أن أعلق على حديثكما السابق عن قضية الانتماءات الجيش والجوانب السياسية والحزبية فيه. بالنسبة لنا من منظور أمني وعسكري هذا كلام للأمانة مقزز بالنسبة لنا، يعني جريمة أن يعني نصف جيش أو يعني جهة أمنية أنها تتبع فصيل أو حزب أو كذا. نحن كما وأنا بداية الحديث في الحلقة عن اتهام كيان معين بالإرهاب، أرفض يعني أشد العبارات أن يتم يعني حاصر الجيش أو يعني إرجاعه على حزب معين أو طائفة معينة. هذا عمل مجرم ويجب أن يعني تصحح المفاهيم في هذا. إلى أي مدى يؤثر إذن في عملكم هذا الأمر؟ هذه المسألة، مسألة الاتهامات المستمرة في سياق أن هناك فصائل أو هناك أطراف سياسية لها النفوذ بداخل القوى والأجهزة الأمنية والعسكرية. بالتأكيد هذا يؤثر وأثر على عملنا كثيرا، وأوجد أمامنا صعوبات كبيرة في الملف الأمني. دعني أقول لك، يعني مع كل ما تحدثت به لا ننكر أبدا أنه قد يكون شاب عملية بناء الجيش ودمج المقاومة في الجيش شابها بعض الأخطاء أو حدث نوع مما تحدثتون به، لكن نحن اليوم نتحدث عن، يجب أن نتحدث عن حلول، عن خروج من هذه المآزق. هناك الآن اتفاق، مشكلات كثيرة. إذا نعود للسؤال، سيادة النقيب، نعود للسؤال، هناك ما هي الضمانات إذن؟ أنا أتكلم لك الآن، هي الحلول والضمانات. يعني إحنا نقول قد يكون شاب مرحلة البناء ودمج المقاومة بعض الأخطاء. الحلول والضمانات هي أولا لجنة الهيكلة التي تشكلت بموجب توجيهات رئيس الجمهورية والتي تقوم بالعمل الآن، هذه مهمتها هي يعني إعادة النظر في بناء وتكوين الجيش، وتكوين جيش بعقيدة وطنية خالصة، أعتقد ستخلصنا من كثير من المشاكل. الضمانة الثانية هي إخراج كل المكونات المسلحة وفصائل الجيش إلى أماكن المواجهة مع الانقلاب، وإفتاح المجال أمام الأجهزة الأمنية في العمق المحرر لتقوم بمهامها. هذه الضمانة الثانية وهي ما نعمل عليه الآن وبدأ تنفيذه منذ صباح اليوم، ونحن ثقتنا أيضا بتعز وبكل مكوناتها السياسية والفعاليات الاجتماعية والشبابية والثقافية والإعلامية والناشطين، ثقتنا بهم كثيرا، وهم من سيكونون السند والعون لنا في المضي ببناء مؤسسات على أسس مهنية بحتة وبموجب عقيدة وطنية خالصة لا يؤثر عليها هيمنة حزب أو فصيل أو كيان أو تدخل من أي كان. أنت وضعتني الآن يعني سيادة النقيب في مرحلة من الأمل الكبير، ربما مثالية إلى حد كبير. أنتقل إلى أستاذ عبد العزيز المجيدي. في البداية أستاذ عبد العزيز، أعلن المحور عن حملة أمنية للقبض على العناصر المشبوهة، جاء الاتفاق ليقر انسحاب جميع الأطراف إلى خارج مواقعها،
هناك كانت عناصر مشبوهة مشتبه بها تقف أمام تقف في عمليات اغتيال. الاتفاق يتحدث عن خروج جميع الأطراف انسحابها إلى مواقعها، هل هناك رابط بين الأمرين؟ سيدي الكريم، هذا يحدث ضمن سياسة تميع القضايا داخل تعز بشكل ممنهج. في البدايات الأولى للحملات الأمنية لم تكن أيضا بدوافع متعلقة بمسألة المواقع وما إلى ذلك، كانت جاءت على خلفية أعمال اغتيالات وقتل، وهذه الأعمال الاغتيالات والقتل كانت تتم في مربعات معينة، وكانت بعض المربعات أيضا عبارة عن أوكار للعصابات الاغتيالات وأيضا الإرهابيين المطلوبين والقادمين من محافظات أخرى. ويجب هنا أن نشير إلى أن الكثير من العناصر التي ارتبطت بما يسمى داعش والقاعدة قدمت من محافظات جنوبية، ومؤخرا تحدثت تقارير غربية عن أن كيف تم عقد صفقات مع مثل هذه العناصر للخروج من بعض المحافظات الجنوبية، ويبدو أنه تم فتح ممرات آمنة في اتجاه محافظة تعز، ويبدو أن المشروع هو مشروع ما تحويل تعز إلى معقل لمثل هذه الجماعات. لكن تعز بالمناسبة هي ليست حاضنة لمثل هذه الأفكار المتطرفة والمتشددة، وهي ستلفظ بالتأكيد كل الجماعات التي لا تنتمي لتعز المتنوعة والمتعددة والمتسامحة والمنفتحة. بالمقابل ليس هناك سلطات صاحبة قرار قادرة على أن تلتزم بقراراتها التي اتخذتها. عندما يطلق مثلا محافظ المحافظة حملة أمنية يوقفها بعد ساعات ببساطة لأن الأمر ربما لا يروق، أو ربما لأن الأمر طرأ بمزاجه شيء ما، أو ربما لأن طرفا ما اتصل به وقال له بأن ما يحدث كذا وكذا، وبالتالي وقف المسألة. وليس هناك مسؤول دولة في 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 باتخاذ مثل هذا القرار. قيادة المحور بمجرد أن تم إطلاق العملية وتم تقديم ضحايا وشهداء وما إلى ذلك تمت تشكيل لجان وساطة وحدثت طبطبة بين الأطراف وانتهى كل شيء، وكأن دماء الناس عبارة عن شربات. يعني في شغل لا ينتمي لقيم الدولة المفترضة التي يجب أن ترسخ وأن تقوم من أجل إحقاق تطبيق النظام والقانون، وأيضا مطاردة عناصر التخريب والإرهاب والقتل. ماذا حدث مثلا بخصوص لجنة التحقيق التي شكلها المحافظ بشأن الخمسة الجنود الذين تم اختطافهم وإعدامهم ذبحا؟ ما الذي جرى وماذا وإلى ما انتهت إليه؟ لم يقل لنا المحافظ رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة ماذا إلى ماذا توصل، وهو أصلا كان في نفس الوقت عندما كان يشكل لجنة التحقيقات كان يرسل طرفا ما يقوم بالاتصال مع الجماعات نفسها التي تورطت في عمليات القتل ويطلب منهم السماح بانتشال الجثث. بالتالي هناك شكل من أشكال التلاعب بالرأي العام وشكل من أشكال الخداع وإخفاء المعلومات لهدف لا نعلمه. من الواجب مصارحة الرأي العام بما يحدث لأنه هو معني تماما بهذه الإشكالات التي تحدث. حياة الناس هي التي طيب تهدد. هذه النقطة دعني أنقلها بنقطة أخير بشكل أخير. اليوم مع هذا الاتفاق الذي تم، لاحظ أنه لم يتم الحديث أو الإشارة بشكل بسيط حتى إلى العناصر المطلوبة أمنيا. ما هو مصيرها بين وسط هذه المعمعة التي تمت؟ هل كانت فعلا معركة مواقع عسكرية داخل تعز، وبالتالي توصلت اللجان الوساطة التي دائما ما يشكلها هادي باعتباره كما يبدو كما لو كان طرفا محايدا ولا يمثل دولة، وأرسل لجنة وهذه اللجنة طبطبت على الأطراف وكل واحد يعود ينسحب من مكان محدد، وبالتالي تسلم. الاتفاق بحد ذاته جيد من أجل إخراج جميع المسلحين والمواقع العسكرية من داخل المدينة، المواقع العسكرية غير المطلوبة والتي لا حاجة للعمل العسكري بها. لكن بنفس الوقت تميع القضايا وإظهار المسألة كما لو كانت فقط صراعا على مواقع وما إلى ذلك، هذا بحد ذاته احتقار مسألة هذا التميع الذين يقاتلون من أجل تثبيت الأمن. مسألة التميع، هذه نقطة أخيرة إلى نقيب أسامة الشرعبي، هل يمكن لكم بمزيد من الشفافية في التعاطي مع هذه المسائل الأمنية لطمأنة المواطنين في نهاية المطاف، لأنكم أنتم المسؤولون عن أمنهم ولا أحد آخر؟ نحن نطالب بالشفافية، وأنا أطالب من الإخوة الإعلاميين والناشطين والقارئين للوضع بالإنصاف. هناك خلط المفاهيم، هناك محاولة للإصطياد في الماء العكر. نحن نقول
لا يوجد هنا أي ربط بين قضية تسليم المواقع وملاحقة المطلوبين. قضية ملاحقة المطلوبين هو قرار اتخذ والحملة الأمنية ما زالت قائمة وتقوم بعملها. قضية تسليم المواقع هذه قضية طرحت في أواخر العام الماضي، أي يعني إبان زيادة معالي نائب رئيس الوزراء الأستاذ عبد العزيز قباري مرورا باللجنة الرئاسية التي زارت تعز في إبريل من العام الحالي، يعني انتهاء بما بالإجراءات التنفيذية اليوم. لماذا نحاول أن يعني نصطاد في الماء العكر ونقول أن ربما لأنه ليس هناك معلومات نقيب أسامة؟ لحظة يا أخي العزيز، ربما لأنه ليس هناك معلومات، يعني الناس لا تفهم في نهاية المطاف. لا يوجد معلومات، المعلومات لدينا ونحن في الميدان. الحديث ليس من وراء الصفحات، ولا نحن في الميدان ولدينا مهام أمنية نمارسها ولدينا حملة أمنية قائمة. قضية إخراج المسلحين أو إخراج الجماعات المسلحة إلى الجبهات وإلى خارج المدينة لا يعفي أبدا المتورطين بالجرائم من الملاحقة، سيظلون ملاحقون أينما كانوا والحملة مستمرة. ونتمنى لكم التوفيق فيها بكل تأكيد. أشكرك جزيل الشكر نقيب أسامة الشرعبي المتحدث باسم شرطة تعز، وكذا أستاذ عبد العزيز المجيدي الصحفي كنت معنا عبر الهاتف عبر السكايب أو عبر الإنترنت. كل التوفيق للأجهزة الأمنية في ضبط العناصر المشتبه بها والعناصر الإرهابية والخارجة عن القانون. سادة المشاهدين، في ختام هذه الحلقة شكرا لكم على الإنصات والمتابعة. تقبلوا تحيات الزميل كمال حيدرة وتحياتي أنا وجيه السمان وجميع الأفراد العاملين في الطاقم الفني. إلى اللقاء.